لو مريض ضغط او سكر وبتاخد علاجك وبتاخد الانسولين بتاعك او بتاخد علاج الضغط وما زال ضغطك مرتفع برضه، طب ما تيجي تقولك على حاجه بسيطه وسهله وممكن تكون اصلا بتاخدها في علاجك او في نظام غذائك اليومي وانت ما تعرفش ايه هي. عارف سيادتك الكزبره الحب اللي انت بتحطها على الطعميه بتاعتك دي كل يوم؟ اهي دي بقى مدرسه لوحدها بقى والله العظيم بجد. ضغطك 170 ولا 180، سكرك 400 500، ينزل لك 200 في نص ساعه بفضل الله سبحانه وتعالى. بس ازاي بقى سيدي؟ صلي بينا على النبي الاول وبعد كده ادعي لي دعوه حلوه وهنقول ازاي. عايزك كل يوم الصبح بدري اول ما تقوم من النوم سيادتك هتاخد معلقه كزبره حب تمضغها وتبلعها، حب مش مطحونه، تمام؟ يفضل تكون حب لان الحبوب الاعشاب دايما لما بتطحن بيروح فوائدها. فسيادتك هتجيب لي كده كزبره حب وعايز تحمصها على النار مفيش مشكله خالص، وتمضغها وتبلعها كل يوم الصبح اول ما تقوم من النوم، خلاص؟ وهتفضل معاك مفعولها 24 ساعه في جسمك. والله لا تدعي لي، شفت بقى انت دعيت ازاي بقى دلوقتي؟ صلي بينا على النبي. سلام.